الأرقام المحكية لغة المشاعر العربية. الدول العربية تتميز بتوظيف أرقام دقيقة للتعبير في اللغة المحكية. 100 على 100 لوصف الحالة الجيدة. رقم 10 يستخدم لوصف جودة الأشياء أو الأفعال، مثلاً العمل 10 على 10 أو افتح عيناك 10 على 10. يستخدم رقم 1000 للتهنئة، يقال 1000 مبروك، ولا يمكن استبدالها ب100 مبروك مثلاً. يستخدم رقم 60 حصراً عن باقي الأرقام في الشتيمة لوصف أسوأ مكان أو وجهة، مثل انقلع ب60 داهية. كلمتان فقط، تعبير يوجز، يحسم وينهي الجدال في أي موضوع.